هذه قصة لواحد شاب في أمريكا. يقول أنا في سوبر ماركت أتقضى، يقول واشتري أغراض، يقول يوم جيتها بحاسب، يقول ورقة قدامي مرة عجوز كبيرة في السن، يقول تبي تحاسب، وجيت بتدفع فلوس، المهم دورت المحفظة ما لقيتها. طبعا كلمته تقول له ان المحفظه ناسيتها في البيت والبطاقات وكذا. قالت ميده انا من المرتادين عندك هنا، وجي على طول واشتري من عندك، ابي اجي بكره بحاسبك. قال لا تحاسبين ولا خلي الاغراض. المهم يقول وخرت على جنب، يقول واجي قلت كم حسابها؟ قال 35 دولار سجلها مع حسابي حقي. يقول وحاسب واطلع، يقول ام طلعت انها برا واقف عند الباب. قالت ميدي شكرا واعطني رقمك عشان ابردها لك الفلوس. يقول اعطتها رقمي وعنواني، يقول مرة كبيرة في السن يعني ما فيها طماع ولا هم يعني، يقول واروح للسكن حقي. يقول يوم جاب بكره، يقول المهم ودت السكرتي يدق علي فوق، قال فيه مرة كبيرة عجوز تحت تسأل عنك. يقول وانزل، يقول يوم جيت عندي خويتي اللي في السوبر ماركت العجوز، المهم جيت وعطتني 35 دولار وعطتني معه وردة فك الحراج. قالت غريبة يعني سددت عني يعني، ولا نبي على ديانتك ولا نبي على سحنة وجهك، انت وانت بتعرفني وتسدد عني بطريقة هذه؟ قال هذا ديننا يامرنا بالشيء هذا، مساعدة المحتاجين، واذا لقينا احد في ظرف زي كذا نساعده، وهذه الامور عندهم لها قيمة. قال انت يعني مرة كبيرة وفاضلة، ما انت ما ظنت ان استسرقين وتلعبين؟ يقول وتشكرت المرة، ويقول يوم جيت بتروح لين معي كتيب، يقول مجهز انا مخلي عندي هي. وبعد اسبوع من سكرتي قال في ناس يبون تحت. يقول وانزل، قام نزلت لنا هذه ورجلها وزوج بنتها وبنتها مسلمين. شوف سبحان الله، شوف سبت 35 دولار ورجعت 35 دولار. يقول وانا متواصل معهم من 20 سنة الى الان، فضل الله يأتي من يشاء. متى ما صلحت نية العبد وصلح عمله، شوف الاجور اللي بتجيه. فلا تستصغر اي عمل تسويه، ربما يكون هذا العمل سبب دخولك الجنة. الله يسعدكم، ومع قصة آخر إن شاء الله.